رضا الناس لا تدور أبد، احذر من البشر. شوف البشر اش قد متر تتنازل لهم يريدون أكثر. تمودة تحاول ترضي، سويت لها الشغل اللي يريدها، شوية تنازلت عن مبدأك راح يطلب أكثر، راح تتنازل أكثر، راح يطلب أكثر، راح تتنازل أكثر، راح يطمع أكثر. الحد ما يسلب ذلك. البشر أخطر مخلوق على وجه الأرض، مثل ما هو أفضل مخلوق هو أخطر مخلوق على وجه الأرض. البشر أخطر من الديناصور، البشر أخطر من السبع، من الأسد، البشر أخطر من الذئب، بشر خطير. فمن هسه نصيحة أقول لك إياها، راجع حساباتك واقعد ويا نفسك، حدد أولوياتك، حدد مهامك، حدد مبادئك، ولا تتنازل بمبادئك البشرية.